نجلة وين تعمل تصريح يعمل ضجة للأسف، معناتها ومش بيدها ولا نعرف، ودي دي بصفتنا أصدقاء نحكي شوية ساعة ساعة كما حتى التو اللي تيتر من قليل ما فهم حد شيء. آخر تصريح عملته في إي إف إم، هل أخرج من سياقه ولا هذاك المعنى اللي حبيت أنت توصله؟ هو ما أخرجش من سياقه، إن بتيت بارانتيز باش نسكرها على خاطر أنا لي بوليميك زايدين والحكايات زايدين والبوز زايد ما هوش نتاعي. أنا قلت فما شريحة معينة من لي بوليتيسيان يحبوا، قال لي على تعدد الزوجات وكل شيء، قلت الشريحة المعينة هذيا عمرها من 70 الفوق، سامحني فيزيكمون حتى تقدم راه بركة. إي جو سوي معناتها إي جو مانتيان سكو جو دي. الشيء الرجل التونسي اللي من الكبر اللي من الكبر معناتها انا جو فيزي لي بوليتيسيان، جو فيزي معناتها لي بوليتيسيان اللي يحبوا يعديوا القانون هذايا. مانيش نعمم راهو يمكن جو مسوي مال اكسبريمي والا الناس ما فهمتنيش بالكدا، هاني باش نوضح لكم فوالا جو لو دي اي جو لاسوم، ما عمري ولا قلت كلمه ولا تراجعت فيها و سي با ابخي. هذا رايي، تحبوا تحترموه تحترموه. فو تخوفي كو مون افي، سامحني انت امراه قديتها مرأة راهي ما لازمهاش معناتها ما لازمهاش فيزيك برك. مش نفهمك يسمك تقول واحد. لا معناتها انت مرأة معناتها قديتها شطاش معناتها عندها حقوق نتاعها معناتها معناتها تو بارتاج افيك ايل، تو بارتاج العيشة افيك ايل، تو بارتاج لي تاج افيك ايل، تو بارتاج دي سونتيمون افيك ايل، تو بارتاج برشا. اسمع يا ميغان، تنجم تو بارتاج هذايا مع أكثر من عبد financièrement. راجل تونسي المتوسط est-ce qu'il peut subvenir aux besoins de اكثر من دار؟ ما ينجمش. ما نبداوش نكذبوا على بعضنا وما نبداوش نحبوا ونحبوا ونحبوا. احنا الفقر والفرعنه، تعرفوا الفقر والفرعنه. بالضبط الفقر والفرعنه واضح به. دونك ونغلق الموضوع التربيه تو لا 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 انت هذا البرنامج الوحيد اللي تيتري يشاورك فيه وهو انت موجوده لهذا خيرك هكذا. نجله بن عبد الله دو بوان توضح الرجل التونسي ما يقدش روحه بدنيا، هذه الفئه المقصوده. والله اكتب اللي تحب عليه، اكتب اللي نحب انا. هذه امور اللي تعنيني. اجا نقول لك امين حاجه تخي تخي امبورتونت وراس خويا. جي فيو لارتيكل، جي ديسكوتي افيك وما فهمت حاجه تخي تخي امبورتونت. هذوما الحاجات ما نقفش عليهم انا، مش ما عندي ما نصنع. كي نبدا ما عندي ما نصنع تنولي نقف على تيتر نتاع انترفيو انا عملته بور فيغ لو بوز والا حاجه. هذا شيء انا ما ندخلش فيه، وكلموني من بعد دي راديو باش نمشي وما مشيتش على خاطر باش يجبدوا لي على الموضوع. انا ما نعملش بوليميك زايده، نعمل بوليميك بخدمتي، نعمل فيلم بمسلسل، اما الحكايه الفارغه هذايا ما تعنينيش. كل عام كل عام عامله 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 حاجات بحلاهم ومزيانين على الاخر وسنافش بلاهم. ما يحكيوليش على خدمتي. نجله بن عبد الله قالت انا اقول كلام زايد. نجله بن عبد الله قالت الراجل ما يقدش روحه. اي قلت نقول معناتها انا من لا خاطر مش خايف. اذا كان الناس تكذب سبع سنين انت سنين فقط خيتنيش في نهار خرجت على سياقي ولا خرجت على نطاقي ولا جيتك بتونو ماهيش هي الفئه العمريه اللي تقصدها. لجنه مش تبعت انت زوج كذا سنين ست سنين ست سنين ما له فرصه موني مريكله.